طيب إينو، أنا عايزاك في الآخر كده توجه رسالة لجمهور الأهلي اللي يمكن أنت اتكلمت النهاردة وكتير كنت بتتكلم عن أهمية دوره في حياتك. جمهور الأهلي ولا جمهور بشكل عام؟ جمهور الأهلي. جمهور الأهلي، لا طبعا أنا عايز أقول جمهور الأهلي ده حاجة عندي إينو، يعني عيلتي يعني زي ما بيقولوا، حاجة كبيرة جدا عندي، وبتمنى اللي لو في يوم من الأيام يعني، بس أنا ما افتكرش لو عملت كده، حد زعلان مني من جمهور النادي الأهلي في أي حاجة ما يزعلش مني. بحبهم جدا، وياما سندوني في الملعب، وياما سندوني لما رجعت من الإصابة، فضلوا معايا وكانوا بينادوني وكانوا بيدعموني دايما، ولغاية دلوقتي بيشوفوني في الشارع وفي أي مكان بروحه، في الناس بتقابلني بكل احترام. فسيظلوا هم عيلتي يعني، وبحبهم جدا، وبيعجبني اصرارهم لما بشوفهم لحد دلوقتي في الاستاد، وهم يعني عندهم حته الوفاء دي حاجه كبيره جدا، يفضلوا قاعدين لغايه الدقيقه 90 بيقعدوا يشجعوا، 95 بيقعدوا يشجعوا، صعب انك تلاقيها في اي جمهور. ففعلا من الناس الوفيه جدا اللي بتقف خلف فرقتها، وعمر النادي الاهلي او عمر فرقه الاهلي ما هتنجح من غير الجمهور. دايما الجمهور هو اللي بيدينا الحماس، هو الجمهور دايما اللي بيدينا القوه الباور في الملعب. فبتمنى التوفيق ان شاء الله لجمهور الاهلي وفرقه الاهلي، ودايما نشوفهم كده على منصات التدريب ان شاء الله.